من جديد برحب بيك زميل عزيز احمد سمير وكل مشاهدي ومتابعي قناه النادي الاهلي في كل مكان. مستمرين وتغطيتنا الخاصه والحصريه لانتخابات النادي الاهلي 2021 2025، وانتخاب مجلس اداره جديد ان شاء الله يكون قادر على قياده سفينه النادي الاهلي فيما هو قادم. يمكن جميع اعضاء الجمعيه القوميه بجميع فئاتهم يعني كانوا يعني كل الحرص ان هم يكونوا موجودين النهارده وينتخبوا مجلس اداره جديد. يمكن متضمن دلوقتي الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانه مها احمد. يعني برحب بكم في البدايه. كان النهارده اعتقد كل اهلاوي يكون فخور بالمشهد اللي احنا شايفينه. بص، هو ده عرس طبعا وانتخاب بشكل جميل جدا وبطريقه منظمه جدا. بنتمنى طبعا النجاح لكل الناس، وبتمنى طبعا النجاح لمجلس الاداره والكابتن محمود الخطيب. بقول ان ده عرس في حب النادي الاهلي، ويعني احنا كلنا جايين علشان النادي الاهلي وكله بيخدم النادي الاهلي، فبتمنى النجاح لكل الناس اللي هتقدر تخدم النادي الاهلي وتقدم كل ما هو جديد للنادي الاهلي ان شاء الله. استاذ مها، يمكن كنت حريصه انك تكوني موجوده وكنت يعني شايف الفرحه والاعضاء والتفاف الاعضاء. اعتقد النهارده مشهد كل اهلاوي يكون فخور بيه النهارده. اكيد طبعا. انا عايزه اقول ده كان في اقول ايه، ده المفروض كان يتسجل عالميا حقيقي والله العظيم. احنا ما بقناش عارفين نمشي من كتر الناس، كتر ما الناس حريصه انها تيجي الانتخابات، ودي حاجه مشرفه جدا. وده اجماع يا رب يا رب يا رب كده ان شاء الله مجلس الاداره يحقق للناس كل اللي نفسهم فيه، واحنا واثقين في مجلس الاداره واثقين في الكابتن الخطيب وربنا كريم. اعتقد النادي الاهلي غير، واعتقد ان اي حد يتشرف ويفتخر انه يعني منتمي لهذا الكيان العظيم واللي بيتجلى يعني بصوره كبيره النهارده في الحضور الجماعي القومي والمشهد الرائع اللي احنا شايفينه. احنا احسن مؤسسه رياضيه على مستوى الوطن العربي يعني، ودي مؤسسه زايد اللي بتقول كده مش احنا يعني. والنادي الاهلي طول عمره يعني فوق جميع ابنائه، فوق الجميع ابنائه، زي الشعار اللي هم دايما بيقولوا عليه ان احنا فوق لا احنا فوق جميع، من اعضاء مجلس الاداره للجماهير، احنا مع النادي الاهلي في كل حاجه. اولا احنا في حته ثانيه خالص وبعيده عن اي حد، وهنفضل في حته ثانيه وبعيده عن اي حد. العنصر النسائي النهارده اعتقد موجود بشكل كبير، وحضرتك كنت حاسه ان يكون موجوده. تقولي بقى الاعضاء الجمعيه القوميه لسه ما وصلوش، ويعني فاضل ساعات يعني معدوده، ويعني يتم القفل باب الانتخاب. قال لهم يلا بسرعه بقى، مش لازم يعني تغديهم في البيت، مش لازم تعملي الاكل، مش لازم تغسلي الاطباق بعد ما تعملي الاكل، مش لازم تجهزي اي حاجه، تعالي بسرعه عشان ما فيش وقت، وان شاء الله لازم نقف جنب نادينا، النادي الاهلي فوق الكل. شكرا، شرفتوني وكنت منورنا جدا بوجودك. ربنا يخليك، شكرا جزيلا، وشكرا لقناه النادي الاهلي وكل العاملين بقناه الاهلي ومجلس الاداره والجهاز الفني وكل لعيبه النادي الاهلي جميعا في كل الالعاب. شكرا. زميل احمد، يمكن ده كان لقاءنا مع الفنان مجدي كامل وزوجته الفنانه مها احمد. يمكن مشهد جميل، اسره النادي الاهلي او زي ما بنقول البيت الكبير يسع كل افراد الاسره. اعتقد مشهد النهارده يدعو للفخر، وكل اهلاوي لازم يكون فخور بناديه والمشهد الرائع والحضاري اللي بيضرب يعني اعظم مثال النهارده لاعضاء الجمعيه القوميه النادي الاهلي. ان شاء الله دايما النادي الاهلي موفق، وان شاء الله يبقى النادي الاهلي بابنائه وابناء جمعيته وقوميته وجماهيره وكل من ينتمي ليه فخر لكل الجميع. كلمه ليك احمد، اتفضل. بشكرك شكرا جزيلا، بكرر شكري الحقيقه لكل فريق عمل قناة النادي الأهلي الموجود على الأرض في الجزيرة، والحقيقة بينقل لنا صورة لحظة بلحظة ولقطة بلقطة مع كل أبناء النادي الأهلي. وزي ما قال مجدي وزي ما أكدت مها، الأهلي طبعا في حتة تانية بولاده الحقيقة. ما كانش ممكن أبدا النادي الأهلي يصل للمكانة دي لولا الحقيقة إنه، والكلام ما يخصش بس مجلس إدارة كابتن محمود الخطيب، يخص كل مجالس الإدارة اللي كل واحد ساهم في مرحلة ما بإنه يحقق بصمة ويسيب اثر، حط النادي الاهلي في المكان اللي وصل ليها النهارده، والمسيره تستمر بعطاء واخلاص كل ولاده الحقيقه.